السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الراقي المغربي نعيم ربيع، وفي رئيس الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل، وفي ضيافة الأخ ياسين عطيف. ياسين عطيف هو معي الآن في مركز القدس بالدار البيضاء لأسباب سوف الآن نسمعها إن شاء الله عز وجل جميعا. والسبب الرئيسي الذي ربما معظمكم على علم واطلاع به هو خرجات ياسين عطيف الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام وبعض الكلام الذي قيل، فحتى لا أكون ظالما فوجب أن أخذ البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا حتى إذا كان لبس أو غموض في أي جزئية إن شاء الله تعالى نبينها بإذن رب البرية سبحانه وتعالى. فالكلام إلى ياسين عطيف، مرحبا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أولا نريد اللقاء يكون باختصار شديد، فقط نرسل رسائل الأهم فالأهم بإذن الله، لكن نقف مع كل كلمة قلتها بإذن المولى جل وعلا. تفضل. ابتداء كما يعلم الأخ نعيم ربيع، أنا دائما كنت أقول لك الشيخ نعيم ربيع بهذا اللفظ، يعني احتراما وإجلالا لك وتقديرا، لأني عارف عندك السبق والأولوية في المجال، وهذا لا ينكر إلا جاهل باب الرقية الشرعية. يعني كان لك فضل عظيم على الرقية والرقاة في المغرب، وانت اللي جبتي لعز الرقية الشرعية، هذا مسألة لا أختلف فيها. أنا جبت واحد جزئيات واحد الحيتيات كما يقال شبهات طرحتها على العامة، شبهات تحوم حول الرقية الشرعية. كذلك طرقت إلى جزئية أخرى، الأعداء الذين يحاربون هذا المجال، يعني كانوا جزئيات. لما ذكرت المسألة دي المسؤولية، هل يعقل، يعني لجينا بالعقل، شخص يقرأ القرآن ويدعو إلى الله يحارب الماسونية؟ هنا تطرح هذه شبهة تطرح على الناس، قد يدعي مدعي أن هذه الرقية الشرعية فيها مضرة للإسلام ومضرة للمسلمين، ولكن في بطنها خير عظيم. كما قلت، سأحرق نفسي كي أضيء الطريق الكثير من الناس. أنا عمرني لا يعقل أن إنسان يقرأ القرآن ونقول عليه كافر. يعني في حال المسائل وجب أن توضح وتبين. يعني أنا لا أختلف معك في هذه المسألة، هناك شبهات تقال في مسألة ديال القردة والخنازير وكذا، لكن أنت مجتهد في باب الرقية، يعني إن أصبت فلك أجر وإن أخطأت فلك أجر، ورأيك للشهادة يحترم، يعني ما غاديش يكون سبب في واحد التطاحن واحد التضارب. هذه نقطة، هذه جزئية. بالنسبة لمسألة المال، يعني رادكش علاش قلت لكم انا حبذا لو خرج اهل العلم وتكلموا في هذا الباب، فاش قلنا نعيم ربيع ان اخذ الاجر اخذ واحد الاجرة، راه في الشرع لك ما كاينش الشرع في الشرع، يعني بحجج بدلائل لا يجرب مساله انك تاخذ 8 مليار تاخذ 20 مليار. من سيحرمك الا جا واحد الشخص من تلقاء النفس ديالو اعطاك؟ علاش تحسدوني؟ علاش؟ حيت واحد الانسان اكرمني وأكرمني وبين هذه المسألة. طيب، باش نخطف، باش نضبطوا الحوار، باش يكون مختصر. أنت أثرت عدة نقاط، نقاط سمعها البعض أو سمعها الإخوة والأخوات. بداية مثلا مسألة العمل معي، كم استمر العمل معي في داخل مركز آنازي؟ يعني حيت كان فتره، يعني فتره ديال السنه، يعني خدمت معاك وعاود تخرجت وعاود تخدمت معايا، يعني ثلاث مرات، يعني ما يقال في ديك الفتره ديال السنه. السؤال، لا، واش انا بدرت مني شي تصرف لا اخلاقي تجاهك او تعسفي تجاهك؟ خويا نعيم ربيع، نقولها لك في وجهي، نكون صريح. دابا انا نفرض جا واحد الناس يعني داخلين لهذا المجال، وجب التوجيه. انا نقدر نكون كنت جاهل وضال، انت 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 بحكم التجربه ديالك بحكم السبق وبعض المسائل يعني رجعت عليها، يعني الا جيتي تشوف بعض النصائح اللي في ديك الوقيته كانت تتبان لي انا خاطئه رجعت عليها. علاش؟ حيت انت عندك واحد بعد الرؤيه، عندك واحد رؤيه مسبقه على هذا المجال وشنو، ودوك الشيء اللي قلتي لي صدقتني حقيقه نطيح فيه. قلت كون تبعت الكلام ديالك، يعني في هذيك اللحظه فاش انا خالفتك في واحد المساله ولا، يعني حبذا يعني كنت نتسنى واحد
يعني التوجيه، يعني هذه بالعكس انا عجبني ذكرت يعني في بث مباشر انك توجه النساء وهذا الرقيه والمجال ديال الرقيه وناخذ بالايدي ديال بعضنا البعض. يعني كان وقعت في اخطاء يعني معك يعني توجيه يعني، وباش نجي نقول لك انني يعني كنت عارف ولا ماشي عارف، يعني هو في هذه المسائل يلتمس فيها عذر طيب جيد، بالجهل. غير المسألة اللي بغيت نأكد عليها، فترة العمل ديالك، واش أنا أسأت إليك؟ لا صراحة ما رأيت منك إلا الخير، يعني طيب هذا شيء حق. طيب الحمد لله. يعني بالنسبة للأداب وطريقة التعامل ديالك يعني راجل ما شاء الله، طيب يعني حتى أنا في السياق ديالي في الحوار دائما أذكرك بالشيخ، طيب بارك الله يعني فيك. في الكلام ديالي، ويعني الحمد لله عمر ما صدر منك شي كلمة ولا شي فعل خيب. طيب أنا غادي نقولها للأمانة، نعم لولا أنني في باب الاضطرار ما كنت أنت أول معالج أطالعه على كفاءتي وشهاداتي، صح؟ أنا ما بغيش ندخل في هذا الباب لأن ما كنحبش الأنا، لولا أن الجمعية غيعرفوها، لأن خاص يعرفوها ما غاديش يعرفوها، لكن ملزم أنني خاصها تبان، نعم صح؟ وشركتي ملزم أنك كنتعامل بها غتبان، لأن مسائل قانونية. نعم لكن المسائل الأخرى واش أنا غادي نجي عندك نقول لك ها هي ديال القرآن أو لا ها هي كذا؟ انت خدام عندي الاخوه بالله عليك، شتي شي نهار كنلقي بالشرك او نعم بالشعوذه بين الصراحة دابا وريتيهم لي، قلت أول الشهادات أول مرة طيب نشوفهم وبالله عليك شحال واحد. ما كيهمنيش انا هذا الشيء. نعم واش بالله عليك عمرك شتيني انا في عمل كان مثلا شي امر ديال الشعوذه والدجال في لا المركز عندنا؟ لا، وما ذكرت على هذه المسألة. قلتي ملي كتقول الماسونيه يا اخي، عشان هي الماسونيه هي الشيء قلبها على الماتش للشياطين، هو فاش هذه نقول لك خطيره اكس، هذه يعني اخطر من ديك الكلمه ديال القران الاخطر وانت كامل. اولى يجب ان تلتمس لي عذرا، ولكن العامة لانك لن تلتمس العذر أخي الكريم، لانك العامة لن انت في تلتمس هذا العذر. الباب، في هذا الباب شوف انا في هذه المسألة يعني بغيت نوجه نداء. اسمح لي قطعتك ماشي مشكل، تفضل. في المسألة، يعني راه سهل، عرفت هذا المجال ديال الرقية الشرعية كيف أقيم ومن الذي أقامه باش وصل انت بهذا الحد وتولي جالس في المركز، وأن القاسي والداني يحترمك ويقدرك ويجلك، وأنك وليتي يعني حتى المستوى المعيشي يعني وليتي في واحد المستوى، يعني الفضل كامل ترجع للأخ نعيم ربيع. يعني أنتم إلا جيتوا راه الناس راه داروا واحد المجهود وواحد المعاناة، راه سهل هذا الإعلام غادي يجي بين ليلته. وأنا أعطيتكم مثال حي، أنا طلعت وطرحت عليكم واحد الشبهات اللي في الأصل يعني راه كاين الكشف ديالها، كاين الكشف ديالها بأدلة ديال أقوال أهل العلم، بالسنن ديال النبي عليه الصلاة والسلام، بأحاديث نبوية، يعني باين. يعني أنا يكتفي فاش إنسان يطلع لي الإعلام ويقول لي أنتم تتاخذوا الفلوس، نجيب لي أقوال أهل العلم في المسألة ديال الأسرة. يعني الحبة ده لو كان الاتحاد، يعني أنا عجبني أنا تطلعوا وديروا الاتحاد وتكون يد في يد، يعني ويأمروا عليكم أمير. واخا أخي ياسين، أخي ياسين، المسائل ديال الأجرة يعرفها العلماء، العلماء حينما يسألون هذه المسألة يؤصلونها تأصيلا شرعيا، ما عندناش معاهم مشكل، وبإمكان يؤصل الأمر شرعي ويدخل فيه كذلك دائرة التقنين ودائرة كذلك، كل من يأخذ حقه ما له ما عليه، حتى الضريبة حتى الشركات حتى كذا. هذا الأمر تكلمنا فيه في السر وتكلمنا فيه العالم على الأحوال. تكلمت عن الأمور ديال القانونية طيب يعني ماشي، ما عندناش المشكل الحمد لله، وحنا مستعدين داك الشيء اللي تعلمناه نعلمه اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكال لما تثار قضايا مثل هذه كشبهات في الرأي العام، هذه تؤثر على النفسيات، تؤثر على المنهج، تؤثر على العمل. حنا ما كنتكلمش على الرزق وعلى الفلوس، الرزق بالله عز وجل، لكن سمعة الناس أغلى، السمعة أغلى من هذا الشيء. صح. فأنا السؤال اللي بتجاوب الناس بصراحة، شنو ما تسميش أشخاص، شنو الدافع اللي خلاك مثلا، أنا سؤال، كنت جالس في شوف تيفي مع نعم الأخت سميرة، كنت جالس معها 6 ساعات، نعم وكما هذه داز اللقاء هذه، علاش من بعد انقلبت؟ لأن لقيت، انا هذا السير ما انا ما عرفتوش صراحة. لأن لقيت أنني تأديت وتأذت الرقية الشرعية من الناس ينتسبون للرقية، هم كان سبب في هذه ولكن الفتنة. نجيو نصلحوا بيناتكم، كل واحد ياخذ حقه وتبقاو احبه واهل البيت والأسوأ من ادرى ذلك به. يعني فعل بذلك الشيء، يعني كانت واحد المؤامرة واحد بالرقية الشرعية، أنا ماشي تنقول لي شخصي، يعني نعم الرقية الشرعية يعني حبكت باش يصلح الامر. مع ذلك انا طبيعي مسالم مسامح، يعني باش يصلح الامر زاد عاوتاني فتفاقم الامر وجبدني 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 وافتروا عليا الكذب وافتروا عليا. يعني راه ساهل الا جيتي بغيتي، سواء انت يعني ما كانش عندك واحد المنهج، طيب. لا يجب ان يعلم انت المنهج ديالك ما يموت، باش تكون كاين واحد الناس راه ما تيديروش الرقيه،
ولا يعتبر يعني يعني ده لا شوف, شوف اسمعني خويا ياسين داخلين غير غير سنطيحه لا غادي يعني نكمل ما غادي نذكر حتى شي واحد بالاسم وداخل لك كنقصدوا في لما تنقصد حتى شي نعم ماشي غادي يجي بمجرد انه ما تبقاش ميسره ليه الامور ديالو غادي يجي غادي يبغي يريب عن طريق وحدين اخرين اللي هذوك الناس بناو سنوات فهمتك اسمعني خويا اسمعني نعم انا والله العظيم كلامي اقوله لله عز وجل اشهد الله لانه لله انا بغيت نقولها ونعودها نحن أهل مكة أدرى بشعابها وفي كل مجالات هناك أخطاء والأخطاء تتفاوت لا يعني أن نقر الخطأ لكن هناك حكمة بعد نظر بصيرة خاص يجلسوا العقلاء وكل مجالس أمرهم شورى بينهم وتحل هذه النزاعات والخلافات لأن يلطخ بها الصالح والطالح وتصبح أمور فيها مفاسد وضرب المفاسد هذا مقدم على جنب أي مصلحة إذا لا يجزكم بخير كنقولها وكنعود الجميع الأطراف عندهم مشكل مع ياسين عطيف أنا كنقولها وكنعودها أراكم كلكم بإذن تكونوا على خير لكن بشرط الصفاء والنقاء والصدق والإخلاص صحيح. وكل واحد يقدم المنفعة للآخر ويذم نفسه هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى نرجع كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نشوف التابعين كيف كانوا فيما بينهم نشوف الأخيار في هذا الزمان كيفاش يؤثرون على أنفسهم فرى الضغوطات النفسية والإكراهات حتى هي كتخلي الإنسان يقوم على شيء فعله وما باغيش أنا نقول للأمانة صراحة أنا وصلتني رسائلك البارحة أنا تعجبت لأن رسائلك منافية لما قلت أنا لحد الآن ما جاوبتيني جواب صريح ولكن علاش قحمتي نفسي اسمي أنا في في في, في اللقاءات ديالك مع أنه ما عنديش معك مشكل حتى تزيد تحمل المسؤولية ما يقع في الساحة علاش أنا واش تحملوني تلبسوني شي حاجة ماشي ديالي لا ماشي تلبسك شي حاجة ماشي ديالك أنت أنت خاصك تاخذ يعني هذا الأمر بالجدية أنت لك الفضل راه أنت لك شوف راه معظم الرقاد راه تعلموا من عندك على علاش نغطيو الشمس في الغرب وعلى هذا أنت أنت القمر اللي تيضيء في الساحة جميل يعني واش الاقتباب يجي تعدي وطردتكم خش لك حقكم ما تواصلش مع الفئات الاخرى هذا سؤال هل تقول شي انا تقول شي واتساب تقول شي مكالمه لان حتى المرضى عندهم مشكل معي في التواصل لا الصراحه انا انقطع الاتصال ديالي معاك راه منتظر وهكذا تجي عندي شوف تجي عندي والله العظيم الشيء ولو يكون المخالف مع الاخ الاخر في العيون وما يجاوبنيش عندي طريقه باش نصلي من اجل الاصلاح شوف عندي قاعده انا امضي بها في حياتي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما شوف الآية اللي بعدها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى وصير جهنم وساء مصيرا إذا لابد أن نلتزموا بالسنة واتباع الصحابة رضي الله عنهم إحنا خاصنا نصلحوا ذات البين ما يمكنش حنا كنحاربوا الشيطان وشي كيحاربنا بالحقد وبالغل وبالحسد واحد المساله واحد المساله دابا كاينه هيئه المحامين واش دابا يقدر شي محامي يخرج للمنبر اعلامي بغير الاذن على علاش ما تكونش هذه الهيئه ماشي ما علاش ما خرجتي راسك السياسي لا بغيت انا قلت لك راه حركه راسي باش الناس يفيقوا راه ساهل انك تريب راه الناس عرفتي راه واش عارفين شنو باش انك وصلت للرقيه الشرعيه لهذا النيفو لهذا المستوى يعني رانا الناس راه تعذبات 25 حنا كنتعذب يعني الناس تعذبات راه ساهل انك تجي تريب ولكن باش تبني واش عارف كيفاش تبنى انت دخلتي في الهدم نعم باش نبين الناس راه ساهل غادي تريب باش انت غادي تجي تشوف مشاحنات ما بين ولكن ما قلتيش يعني مسائل شخصيه خاصها تبقى شخصيه ما قلتيش واحد الكلمه ان الناس هاد الاعتبارات اللي انت كتقولها الان وهاد المبررات اللي كتقولها ان غيفهموا غير الناس مثلا كيطلعوا مثلا على هاد الفيديو ولكن الناس الاخرين اللي نظروا لوسائل التواصل اللي سجلتي معها ما هو موقفه من الكلام اللي قلتيه؟ هذيك الشبهه اللي زرعتيه لفتنا اللي لقيتي مشكل كبير ما حد ما كاينش الاتحاد غادي نبقى نوجه اصبع الاتحاد لا هذا ليس من الحكمه في شيء نعم ليس من الحكمه ولكن وجبه لا وجبه شوف اذا اردنا ان نعالج الخطا لا نعالجه بخطا يترتب عليه اخطاء انا كنقول لك اقحام انك تقحم الاخوه والاسماء هذا ليس شيء في الشرع معتبر بالعكس مفاسده اعظم انا كنقولها وكنكررها هو نداء من هذا المنبر ان الاخوه خاصهم يتصافقوا قلوبهم وخاصهم يتصالحوا مع ربهم عز وجل ومع نفسهم ومع اخوانهم ومع عائلتهم ومع مرضاهم مع الجميع لان شوف كلنا اصحاب الذنوب اصحاب المعاصي ومقصر في حق الله وفي حق ذواتنا وفي حق انفسنا وفي حق غيرنا لكن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذا شرع ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فلا بد عدم الاصرار على الخطا هذا هو اللي الله تعالى كيحبه فما هذا المنبر اخويا ياسين نقول لك والله انا فيه وتانا من هذا المنبر يعني تانا
انا ديما كتجيبوها فيا كتاذيوني ظهري كتعطيو ظهري شوف صراحه الامور شوف شوف كانت غتمشي في واحد الموقف اللي هو صعيب اسمع صراحه. هادي نقولها امام الشيء يكون عرفتك خايب ما غاديش نتزرع عليه وغادي نقول لك الكلام حيت انا عارفك ما غاديش تقدر علاش حيت في قلبك الايمان وغادي غادي تقع في الله انا نقول لك اللي كاين شي وحدين اخرين كنت غادي ناخذ الحيطه والحذر ولكن ماشي اسمعني انا عارفك انت قلبك مسامح وقلبك طيب وانا عارف انت غادي تجي وغادي تفهم وغادي تقدر وعلاش انا دويت بحال هكا ولعل فاش تكلمنا يعني وضحت لك بعض المسائل حسيتي بها حيت خارج في اطار ديال الانسانيه كاينين امور يعني تكلمت فيها انا قبل الجلسه تكلمنا يعني تكلمنا صراحه في امور يعني داخل فيها يعني السحر داخل فيها الجن داخل فيها الشياطين هو يعني عارفه واخا يعني هذا هو اللي ما غيفهموش الناس على نقول غيجيو بزاف تكلموا يقول لا الشيخ لا خص تاخذ اطار قانوني وكذا ولكن نقول لكم كلمه داك الشيء اللي انا حسيت به واللي حكاه ليا صراحة صعيب أنا شفت العبرة ديالو وشفت الإحساس الصادق ماشي دون تم ماشي غير كذب عليا أنا ماشي دري صغير السيد فعلا كان الله في عونه كاين إكراهات كاين ضغوطات كاين أشياء كانت خطيرة من كل جانب هي هو هذا الشيء ليس مبرر للخطأ ولكن حنا الإنسان كيبقى إنسان كيضعف ما لقاش الموجه ما لقاش الإنسان اللي غادي يحتويه وهذه أمور نسأل الله تعالى يعفو عنا وعنا انا نقولها لك ياسين نصيحه اخيره ما تقحمش نفسك في العداوه مع الناس كسب الناس وما تحاربهمش والمخطئ حاول توجه له الرساله باللين والنصيحه تكون سرا لا تكون علنا وحاول باذن الله عز وجل انك راك باقي شاب انك تصلح فيما بقي غادي الله عز وجل يرفع القدر ويعلي الشان ان شاء الله عز وجل والله تواب ما تنتظرش الناس شوف الى الله اذا فتح بابته فلا لا يغلق ليس في بايدي الناس لو كنت ما فتح بايدي الناس لرموها مفهوم اذا هي بينه وبين الله عز وجل وان شاء الله تعالى غادي ييسر لك الله عز وجل انا كنتمنى هذا المنابر اللي كنت مشيتي فيها انك رد اعتبار انك لابد انك هما سمعتي اتصلوا بيا قلت لك اتصلوا باغي قالوا لي اجي ترد الاعتبار قلت لهم انا ما غاديش نمشي نرد الاعتبار هما اتصلوا بيا جيت تكلم انا باش ندخل في الفتنه نرد على هذا ورد على هذا ماشي في مقامنا فانت بنفسك تمشي وتتكلم صافي وغادي تكون نتمنى انا نكون اخر راقي غادي نمشي لهذا المنار باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله